هذا سائل يقول: ما هي الأمور التي فعلها أهل حريملاء حتى حكم عليهم الإمام بالردة وقاتلهم؟ وهل هذا الأمر يؤكد أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قائمة على تكفير الناس واستباحة بيضتهم؟ نرجو منكم الإيضاح والبيان، جزاكم الله خيرا. الشيخ رحمه الله كما ذكر وصرح في كتبه أنه من أبعد الناس عن تكفير من لم تدل الأدلة على تكفيره، وما ينقل من تكفير الشيخ لبعض الأعيان وقتاله لهم وسبيهم إنما هذا بعد إقامة الحجة عليهم وبعد أن تبين له أنهم قد ارتدوا عن دين الله عز وجل. والشيخ رحمه الله هو الذي قرر في كتبه أنه لا يكفر من قام به الكفر لجهله، قال: نحن لا نكفر من يعبد البدوي والحسين لجهلهم وعدم من ينبههم. فبين أنه في تلك الأمصار التي يعبد فيها البدوي والحسين لم يحكم بكفر هؤلاء لجهلهم وعدم من ينبههم، أما من نبههم وأزال عنهم الشبهة وأصروا على الكفر وعلى الشرك فهؤلاء يكفرهم الشيخ كما ذكر. والشيخ رحمه الله لا يمكن لنا الآن بعد هذه العصور وبعد وقوفه على أحوال هؤلاء المعينين وما دار بينه وبينهم من مكاتبات ومناظرات وحكم بردتهم أن يأتي إنسان يقول ما هي الأسباب وما الذي قاله، ولكن ذكر العلماء أن هؤلاء نقضوا العهد وقتلوا الأمير وقتلوا بعض أهل التوحيد الذين كانوا معهم وبعضهم صرح بالشرك فحكم عليهم الشيخ رحمه الله. ومذهب الشيخ في هذه المسألة وفي غيرها إنما يعرف من كلامه، فهو الذي صرح أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة في ذلك. وأما دعوى المغرضين الذين يزعمون أن الشيخ إنما يكفر المسلمين بغير حجة وبغير برهان فهذا قد رد عليه كثيرا في كتبه وبين أن هذا من البهتان والباطل، بل إنه ذكر أنه لا يكفر البصيري ولا بعض الذين صرحوا بالكفر لأنه لم يتبين له من حالهم أنه قامت عليهم الحجة.